بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشتغل على الكرتونة اللي قدامنا دي. الناس اللي لسه بتتعلم ممكن تبدأ معنا واحدة واحدة. الفيديو ده فيه بدائل كتير لحاجات بنستخدمها، يعني بدل الصندوق الخشب هنستخدم البوكس او العلبة دي بتاعت الشوز، وهنبدأ نشتغل عليها. بقويها بس الاول بان انا اتني الاطراف بتاعتها بالمسدس الشمع لجوه بحيث الجنبين يبقوا اشد شوية، وبجهز لها قطعة كرتون تكون بمقاس القاعدة بتاعتها بحيث انها برضو تقوي الجزء الاسفل من العلبة. النوع ده من العلب لما بتكون الكرتون مغلف بطبقة بتلمع كده وناعمة غير اللي جوه دي، صعب قوي ان انا اشتغل عليها. حاولت اكتر من مرة على علب موبايلات او كرتونة نتيجة، مجرد ما بتدهني الالوان بتتقشر من عليها تاني، فعايزة اخشنها بمادة تستحمل الالوان وتلزق فيها الالوان. اللي معايا ده ورق كرافت، لقيته بتباع عند محلات الورق اللي هما بيبيعوا ورق الهدايا. ورق الكرافت ده ناشف شوية، فأنا بصب عليه مية دافية، هي المفروض كمان تكون أقل حرارة من اللي أنا عملتها دي، بتطري الورقة بالشكل ده وتخليكي تتحكمي فيها وكأنها منديل بدل ورقة الكرافت الناشفة. لا، بتبقى حلوة قوي في الشغل بالغير المخفف. بعد كده أنا قست كل الجوانب بتاعة العلبة وأخدت مقاسها وقصت لها ورق الكرافت، ومية دافية من الكاتل بتصبيها عليها، بتبقى الورقة مرنة قوي في ايديكي بالشكل ده. وتبتدي بقى تغلفي بيها العلبة من كل النواحي بالغير المخفف. ايه الفايدة بتاعت ورق الكرافت؟ زي ما قلتلكو، لو الجسم بتاع العلبة المادة اللي بره فبيلزقش فيها الالوان دي، هتثبت الالوان. الحاجة التانية كمان، ورق الكرافت بينشف العلبة، تحسي ان ملمسها بقى صلب بعد ما ينشف، يعني تحسيها بقت علبة خشب لما تخبطي عليها كده مش كرتون، بيديها قوة وصلابة شوية، بيخلي الالوان تبقى عليها كويسة، سطحها بيبقى مستوي مش محتاجة هتصنفري ولا تعملي حاجة. المفروض بنطلع ورق الكرافت من المية الدافية على طول على فوطة تشرب بس المية بتاعته، ونبدأ نفرده ونحاول ان احنا على قد ما نقدر ما نفرغ الهواء لتحت الورقة. انا قايسة سنتي زيادة من فوق وسنتي من تحت بالنسبة لجوانب العلبة عشان اتني، يعني اتني جزء يدخل في العلبة من جوه واتني سنتي ينزل لتحت، وبعد كده هغلف تحت بورقة تانية اللي هي القاعدة بتاعت العلبة. بكمل على الجزئية دي جزء تاني الورقة. وبمشي بالغير المخفف فوق الورق الكرافت، يعني مشيت تحتيه وفوقيه، وده اللي بيدي العلبة صلابة بعد كده. زي ما نشوف دي القاعدة بتاعت العلبة من بره، بعد ما تنيت عليها الأطراف السنتي اللي هو الزيادة، ببدأ أمشي المستطيل ده من ورق الكرافت وبديله برضو حقه في الغير المخفف، وبسيب العلبة بقى في الهواء لغاية لما تنشف خالص. كده تتقبل الألوان بقى. وزي ما قلت لكم الفكرة بس بتاعت الورق الكرافت او مناديل كلينكس برضو بغير مخفف، اعمليها على علب الكرتون اللي انت شايفاها ناعمة قوي وبتلمع والالوان مش ثابتة فيها. كده العلبة بعد ما نشفت خالص، ببدأ اجهز البلاستيك الابيض اللي احنا بنأسس بيه، وكأني كده بتعامل بالظبط مع بوكس خشب. بصوا درجة اللون الابيض بتثبت اهي على الورق الكرافت وبتنشف عليه كويس جدا، ما بتتقشرش بقى تاني زي ما بيحصل مع العلب البلاستيك اللي بتلمع. هنا بعد الشكل ما نشف، بعد العلبة ما نشفت، البوكس نشف،
اللي قايم بدور المنديل هنا على فكرة مش منديل، لكن برضو دي حاجة للتجربة بقولها لكم. ده أنا كنت في محل أدوات منزلية وده لقيته كيس بيبيع مفارش للتلاجة، الخامة خفيفة جدا، ما بقتش عارفة هي بلاستيك ولا هي ورق. اشتريتها وقلت هجربها، اشتريت لونين يعني، لقيته بلاستيك خفيف قوي وكمان طبقتين فكرني بالمناديل. فشلت الطبقة التحتانية منه وخليت الطبقة اللي عليها الرسمة. عايزة اقول لكم دي تاني تجربة ليا اعملها بديل للمناديل، تحفة في منتهى الجمال بصراحة، خفيفة قوي والغيرة لازقها كويس في العمل، بما انها بلاستيك كمان مش محتاجة ان انا ادي طبقات كتير للحماية، يعني مش هخاف عليها من المية او غيره. ده كده شكل المنديل او المفرش البلاستيك الخفيف اللي قلنا عليه، قسته بالظبط على قد العلبة، عملت القاعدة من تحت والوش من فوق وورا، وسبت الجوانب بتاعتها الجزء الامامي والجنبين اعمل عليهم اي شغل تاني، وبرضو بثبتها تاني من فوق وكأني بتعامل مع المنديل، لانه هو فعلا في فتحات خروم صغننة قوي كده، برضو هتظبط الغيرة معانا. وكمان الحركة دي من الفرشة بتأكد ان انا مش سايبة اي فراغ تحتيها ولا حاجة، بيثبتولي اكتر يعني. هنتني الزيادات دي على جوه، ولو في اي حاجة زيادة في الجوانب بنقصها بالمقص، لكن زي ما قلتلكوا انا بفكر بس بجرب التجربة دي لان شكلهم عجبني كمناديل. ادي كده شكله بعد ما نشف، جميل جدا، مش ممكن حد يتخيل ان ده مش منديل. برضو اللي هيقوم بدور الستنسل هنا، ده مش ستنسل لكن ده غلاف كشكول كبير، كشاكيل السلك الكبيرة. كنت محتاجة حاجة تكون مخططة بحيث لما اعمل جوانب بوكس زي كده مخطط، فما فيش ستنسل بيتباع، ما شفتش على اي صفحة ستنسل مقلم كده. عملته طبعا بالقطر وبالمسطرة وابتديت اشتغل بيه، حلو جدا. انا مقدمة على القناة كذا فيديو لعمل الستنسل بخامات كتيرة مختلفة في البيت، دي خامة من ضمن الخامات اللي هي اغلفة الفايلات واغلفة الكشاكيل، دي من ضمن الخامات اللي انا مقدمها في الفيديوهات اعمل بيها الاشكال السهلة من الستنسل. مش بستغنى طبعا عن الستنسل اللي بنشتريه لان في رسومات كتيرة جميلة وحلوة انا شارية كتير منه، لكن لما بكون حاجة خاصة عايزة اعملها وسهلة تعمل اعمليها. اللون ده بنفسجي حطيت عليه احمر عشان اطلع نفس درجة الورد اللي في المنديل اللي هو الموف المحمر، فانا كنت حاطة في العلبة دي عاملة لون بنفسجي، قلت احط نقطتين احمر عليه وافضل اجرب لغاية ما يديني الدرجة. شغل الاستنسل اكتر حاجة متعبة فيه طبعا ان هو عايز يثبت، مش عشان ممكن يتحرك زي ما بيحصل كده. الحاجة التانية بتعملي حاجة بستنسل لازم تكوني محتفظة بكميات من الألوان اللي عندك، لأن ضروري ولازم هتلاقي حاجة ملخبطة، يعني بصوا الخطوط مش مسطرة، لازم اللون يدخل سنة يمين أو شمال، فيبقى عندك الأبيض وعندك نفس درجة الموف اللي تبتدي تظبطي بيهم في الآخر الخطوط وتديها الاستقامة لو حاجة فيهم مايلة ولا حاجة. كده بقى فوق مشجر والجناب مخططة، فكرت ان انا استعمل قطع الستنسل الصغيرة اللي هي 10 في 10 عشان دي اقدر اتحكم فيها بايديا على قد العرض بتاع البوكس بالظبط، اقدر ان انا استعمل المعجون واخليه باللون الابيض فوق المخطط ده، هيدي شكل كويس. واللي هيقوم هنا برضو بسكينة المعجون، هو كله تبادل ادوار، الفيديو ده تقريبا تبادل ادوار كله. اللي هيقوم بسكينة المعجون هنا، دي كانت سكينة بلاستيك في طبق بسبوسة، يعني طبق حلويات شرقية او بسبوسة تقريبا، وبيحطوا فيه دي، بس الايد بتاعتها اتكسرت، شبه سكينة المعجون بتاعت الحيطة بالظبط بس على حاجة رقيقة او بلاستيك للحلويات. فقلت طب والله استعملها سكينة معجون، فعلا جميلة وبفرد بيها في منتهى الجمال، رغم ان انا عندي سكينة معجون معدن، لكن دي عجباني قوي، يعني عجباني قوي بايديا كده اشيله واحطه وافرده بيها واخد الزياده بيها، حلوه جدا قايمه بالدور. يبقى الفيديو كله تبادل ادوار، كرتونه بدل البوكس الخشب،
بدل المناديل عملنا جربنا المفارش، بدل الستنسل جربنا غلاف، وبدل سكينة المعجون جربنا الله أكبر سكينة البسبوسة. الله أكبر. ورجعت لكم مرة تانية نكمل فيديو لكل بدائل. خلصنا كده الشغل بالمعجون، بعد ما ينشف المعجون بتاعك بفرخ بحتة صنفرة صغنونة قوي، مشي عليه الزوايد بس نزليها، وبعد كده غلفي شغلك بالورنيش المائي. والفيديو كده يكون خلص، أتمنى أنه يكون عجبكم إن شاء الله، ويسعدني وجودكم معايا في القناة، وأشوفكم بخير إن شاء الله في فيديوهات جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.